عد مواطنون ما يجري بين الحكومة والبرلمان من تبادل الاتهامات حول فقرات الموازنة الاتحادية بأنه يندرج ضمن الدعاية الانتخابية المبكرة، مطالبين بإيضاح الأمر أمام الرأي العام. أثارت اتهامات رئيس الحكومة حيدر العبادي لرئيس البرلمان سليم الجبوري بشأن نقل أموال من الموازنة العامة للعام 2017 وتخصيصها للنواب تحت بند مساعدة الفقراء، عاصفة من الجدل وتبادل الاتهامات داخل أروقة البرلمان، الأمر الذي أثار استياء الشارع العراقي. الآن أيضا الصراع ينشأ من جديد بين الأخ الدكتور العبادي والسلطة التشريعية على خلفية هناك أموال قد دورت من قبل من بعض الوزارات إلى صالح مجلس النواب، وأعتقد أن هذا فساد واضح ومكشوف، وعلى الأخ العبادي أن يستمر بهذا الأمر حتى النهاية لكشف جميع الفاسدين ولكي نضع حدا لهذا الفساد الذي استشرى بشكل غير اعتيادي. مواطنون عدوا تصريحات العبادي بشأن سرقة الأموال من مخصصات الفقراء ملف خطير لا يمكن السكوت عنه، مطالبين الجهات المعنية توضيح آلية صرف هذا المبلغ ومصير الأموال وأسباب استمرار الأوضاع المعيشية السيئة للمواطنين، رغم أن المبلغ ليس هينا. 54 مليار دينار عراقي ذهبت من موازنة 2017 وذهبت إلى مخصصات وإلى رواتب مجلس النواب، هذا غير ممكن أخواني. اليوم رئيس وزراء وفي هذه الحالة عندما يذهب إلى مجلس النواب أن يسمي الأسماء بمسمياتها، أين ذهبت هذه الأموال؟ أليس من الأولى أن تذهب هذه الأموال إلى النازحين، إلى الصحة، إلى التعليم، تذهب إلى مخصصاتهم؟ الكتل اللي فشلت في الخدمات، فشلت في البناء، فشلت في الإعمار، فشلت في الهوية العراقية، فشلت في بناء مشروع الوطني، تحاول بالوقت الحاضر خلق واقع النزاعات بين الكتل السياسية من أجل دعاية انتخابية، من أجل صعود موجة الانتخابات، من أجل بقائها في السلطة، لأنها الكتل السياسية الباقية في الوقت الحاضر بالسلطة تخاف على مواقعها، تخاف على امتيازاتها. ويرى مراقبون أن الخاسر الوحيد في هذا المشهد هو المواطن، وأن الحملة الانتخابية بدأت مبكرا ترافقها عمليات تسقيط كبيرة ما بين الحكومة والبرلمان، محذرين من خطورة المشهد التصعيدي بين الطرفين وانعكاساته السلبية على الشارع العراقي، لكون الانتخابات المقبلة تعتمد على شحن الشارع بالدرجة الأولى لكسب الأصوات. من بغداد، فراس الدليمي.